سلام تينا يستلني تكبرات شو نيت ودرات شيء ناتو يفار ماش تمل كاتو تشين إن دمنا درات شو يا ساعتون زينا وتشين كربنا البك أدامي النت مي منا نساو إثيوبيا تمد روسيا لأوكرانيا كاسان تكفليك أربعون ثانية حسب ما قام دم سلام استطاع إن دوم دكمو يا أشوب باروي خوات بدن أمر أرجيت هجرة دات غير حجر مهنا لبات سلو يتنعجرو تنجر كذين بتج أمر دكمو ليلو تعرض دسنا وقتها ومرة جاو تشين إذا كربنا نسك برنامج في تامين درس عبر تشون بتون جبشينو ملكم كويتا إثيوبيا تمد لروسيا لأوكرانيا كاسان تكفليك أربعون ثانية حسب ما قام دم ستج يو ثاني حسابون إثيوبيا انجمرو أسرارات حقراتي تك أو متسيخون سباسوست حقرات دقمو دمس كمستات تاقبال يهم تورنتو كتجمرو دي حقراتي هال دقفوتو ثاني حسابونون دي مذجمم أدرقوتان با تبابروت منقستا درجيت تكرا لاغو بايتنا انتمام شاون بروسيا لأيك أربعون عدسيو ثاني حساب تك أو مغتموتان إثيوبيا انجمرو أسرارات حقرات روسيا با يكرين تورنت لا درسيشو قدات كاسان تكافلي مياسكد دون ثاني حساب تك أو موتال عرب مريت سنج أمرو سباسوست حقرات رقمو بدمسة تأكبو مالفة عجون تكتلوم يا يوكرين تورنت كتجمرو ديه يمنقستاتو درجو تكاوت عجو أمستيو الثاني حسابو تشولو يهون تايتنا فقو هنو لما ذقب مجلوان كذيم قاربة هذا التمر لروسيا كفتين يتقزاثنو يالون يا الثاني حساب سلامات رقم إذن كربنال يا الثاني حسابو بتورنتو لتقدلونا لكوثلو يكرونيويان موسكو كاسان تكفل يميت أي كمنو بتورنتو يتفاوني سو هيوتنا يدرسوني نبرتو دمتي يميت ترى على ما كفودن عندي وقرم تملك توال بذيو ثاني حساب يوكرانيو ثاني حسابو فتلما سفنت لك تسفانهم ثلو تناقران بمنقستات درجت يا يوكرين امباسادر سغري كيرلايس روسيا يوكرينن لما فرارس يمجرشا اقمان تتقمالچ سلوم تناقران كمنوريا حنصاوچ تكتمرت بيتوچنا هوسپيتالوچ يالا فرسچو يهزب تقوام يلم بالفو ور بتشا الكتريك ماستلالفيا مسمروش لاي طقات ادرسا غماش يوكرينن بچلما عندي وات ادرغالچ سلوم تناقرو على امباسادرو يا روسيا وتادروچ يذواچو بقويوت يا يوكرين كتموچ يفصماچون ونج ሎችን በማንሳት ሞስኮ ተጠያቂ እንድትሆን የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብም አድንቀዋል የዩክሬንን መልሶ የመገንባ ስራ ሲካሄድ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የመካስና ፍትህን የማስፈን ጉዳይም እኩል ሊካሄድ ይገባልም ሲሉ አምባሳደሩ ተናግረዋል ኬቭ በጦርነቱ የደረሰውን ጉዳት ሳትጨምር ሳትቀንስ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይፋ ለማድረግ ማዘጋጀቷንም በመጥቀስ የውሳኔ ሐሳቡን ፍትህን ለማስፈን የተስፋ ብርሃን ነው ሲሉም ተናግረዋል روسيا بابكولا يوثاني حسابو هقاو يالوهن ناتفتس عميناتي ليلو نسطل غلس عالج بمانقستاتو درجيت روسياني وكالوت فاسلي نبينزيا بابكولا يوثاني حسابو بعالم عقفو هقتك عبايناتي ليلو نقرقن هقاو يلو ماسمثليتا موكرا ناتفتس عميناتي ليلو نوصلوم تاك او موتال مقراباويان اندين كساكتيا قروتن به بليين دولار يميكوطاري روسيا لمذرف يتكنا بابرانو يمنقستاتو درجيت تكرا لاغو بايم يهنن ذرفا اندي شفن اللاچو يوثاني حسابون اقربوال سلوم حقرات اندي قاوموتم تأيقوال يوثاني حسابون مازدك يمقراباويان يطور مساري عمراتو چين كامت كامنا عالمين يباسو وطراتوست كامكتات وچف هايدا اندالي اللوم اسكن زبوان چاينا إيران، أنغولا، فنزويلا، أمرو أسراس بستهاجرات لروسيا دقافاتشون بفيرمام غلسوان فتبا تقابيو يهج سرعات انجي منم أين تهج مثارات بليل لوثاني هاساب عيد اللم ثلوم تدمتوال بس أتطاو مكربيت دمسن بدمس يمشار سلطاني اللات روسيا يميكربو باتن يوثاني هاساب ودكم أدرقال لج بتقلال لاغو بايو جنيهو دمس بدمس مشار سلطاني اللاتم يهون انجي يتقلال لاغو بايو يوثاني هاساب اندس أتطاو مكربيت هجا أسكد داجنتي اللوم في بالم تنقران بكندا غواتيمالا نيذرلاند نا يوكرين انساشنتي قربو يتلانتنا روسيا يتورنت كاسات لتكفل وساني حساب ب 94 حجرات دغاف بيصدقم بموسكو لا هيغاوچ انا ايامطم يا يوكرين بريزيدنت فولودمير زيلنسكي باستلالفوت يي فيديو ملكت جن روسيا لا درسچو كثارا هولو كاسا مكفلوا اي قري نو سلوم تناغروان يا كريملين قالك أباي ديمتري ده موسكو بابا كلاتشو عندين كثاكس ياغدوتن يا روسيا حابت بكاسا سم ليوكرين لمستطلع السابوت مقراباويان يتنغون ملاش انسات اللان سيلوم ذات جانا ماسفراريا تشون አቅርበዋል አቶ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ሀገር መሆን አለባት ሲሉ ያስተላለፉት መልእክት ያነጋገረ ይገኛል ትግራይን ሀገር በማድረግ ልንካስ ይገባል ይሄን ለማድረግ ደግሞ የተኩስ አማቆሙ
አግደንም በሰላማዊ መንገድ ወይም ደግሞ በጦርነት እናደርጋለን ሲሉ በቢቢሲ ቃለ ምልልሳቸው ላይ ገልጸዋል። ህወሓትን ወክለው ለፕሪቶሪያው ስምምነት የከተፈራረሙት የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የሉካም ቡርኑ የትግራይን መንግስት እንጂ ህወሓትን የሚወክል አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ቢቢሲም በመጨረሻ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብና በግድያ ሞተዋል፣ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶችም የጾታዊ ጥቃት ሰለባ ሆነዋል፣ የተለያዩ ጥሰቶችም ተፈጽመዋል፣ ትግራይ ከዚህ በኋላ ምን አተረፈች ሲሉ ጠይቀዋል። አቶ ጌታቸው ሲመልሱም ትግራይ ጦርነት አልጀመረችም፣ በላዩ ላይ ነው የተጀመረው። የትግራይ ሰራዊት የትግራይን ህዝብ በላዩ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ለመመከት ተዋግቷል። ይህ ሁሉ ጥፋትም ደርሷል። ጦርነት በሚኖርበት ጊዜ ምንም ትርፍ ሊኖር አይችልም። ትግራይ ልታተርፍ አትችልም። ማንም ምንም ሊያተርፍ አይችልም ሲሉም ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ ተሰቃይቷል፣ የነበረው ልማትም ጠፍቷል ያሉት አቶ ጌታቸው ህጻናት ትምህርት ቤት ሳይማሩ ከሶስት ዓመታት በላይ ተፈናቅለዋል። ከጦርነት ምንስ ጥቅም ሊኖር ይችላል ሲሉም ጥያቄውን በጥያቄ መልሰዋል። ከጦርነትስ ምን አይነት ትርፍ ሊገኝ ይችላል ሲሉም በድጋሚ ጠይቀዋል። ከጦርነት የሚገኝ ትርፍ የለም ሲሉም ራሳቸው መልሰዋል። ህልውናችንን ለማረጋገጥ የሚያስችል አቋም ይዘን ትርፍ ሳይሆን ቢያንስ እንካሳለን ብለን እናምናለን ሲሉም ተናግረዋል። ቢቢሲም በጥያቄው የትግራይ ካሳ ምን ሊሆን ይችላል? ህዝቡስ ምን ይካሳል? ሲል ጥያቄውን አቅርቧል። አቶ ጌታቸውን በመልሳቸው ህዝቡ ምኞቱንና ፍላጎቱን ወይ አገር ይሁን ወይ ደግሞ የሆነ ይሁን እኔ መወሰን ስለማልችል ሙሉ በሙሉ የሚረጋገጥበት ሁኔታ መፍጠር ነው ካሳው ሲሉም ተናግረዋል። ይህንን ለማድረግ በሰላማዊ መንገድ ወይም ደግሞ በጦርነት የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። የትግራይ ህዝብ ይህንን ከማድረግም ወደኋላ አይልም ሲሉ በድጋሚ የጦር አጫቢ ባህሪያቸው ተነስቶባቸው ሲለፈልፉ ተሰምተዋል። ቢቢሲም በስተመጨረሻ እንደ ትግራይ መሪዎች በዚህ ጦርነት በመግባታችሁ ተጸጽታችኋል ወይ ሲል ላቀረበላቸው ጥያቄ አቶ ጌታቸው ሲመልሱ ምንም የሚቆጭ ነገር የለም። ጦርነት በኔ ላይ ታወጀ የትግራይን ህዝብ ክብር ለማስጠበቅ ስለታገልኩ እኮራለሁ እንጂ ምንም የሚቆጭ ነገር የለም ሲሉ በእብሪት ተናግረዋል። ሊፈታ የሚችል ነገር ቢኖር ኖሮ ባናደርገው ኖሮ የምንለው ነገር ቢኖር አንድ ጊዜ ፈትሼ ልቆጭ እችላለሁ። በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀውን ጦርነት በላዩ ላይ የተደረገውን ከበባ ለመከላከል ከህዝቤ ጋር ስለታገልኩኝ የሚቆጨኝ ምንም አይነት ነገር የለም ሲሉም ተናግረዋል። ከዚህም ጋር በተያያዘ በውጭና በሀገር ውስጥ የሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆች ይህንን ሀሳብ በመደገፍ ወሬውን እያናፈሱት ይገኛሉ። ከነዚህም መካከል አንጋፋዋ ጋዜጠኛ ሚሚ ስብሃቱና ቴዎድሮስ ጸጋይን የመሳሰሉት ጋዜጠኞችም ሀሳባቸውን ሰጥቷል። እነዚህ ጋዜጠኞች ባስቀመጡት ሀሳብ ላይም ከዚህ ቀደም ህጻናትን ሲገድል፣ ሴቶችን ሲደፍርና ግፍ ሲፈጽም የነበረ የመከላከያ ሰራዊት የትግራይን እናት ሊጠቅም አይችልም፣ ትግራይን ለቆ ሊወጣ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ከዚህም ጋር በተያያዘ እንግዲህ የትግራይን ክልል መከላከያ ሰራዊት በ30 ቀናት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ያደርጋን የሚለው ሀሳብ ከእውነት የራቀና ሊፈጸም የማይችል ነውም ሲሉ ተናግረዋል። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከሌሎች ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቀን።